عن رفضهم لمشروع قانون المصالحة مع رموز نظام بن علي، إذ رأوا أنه فرصة للإفلات من العقاب ومكافحة الفاسدين. إذا حملة مانيش مسامح على أمس كنا آلاف ضد الفساد، وإن مر سنكون مئات الآلاف. أما الكاتب خليل كلاعي فنشر على صفحته على فيسبوك صورة من لافتات المظاهرات وقال: عندي فاتورة قررت I think we should know each other.